النهاردة رانيا غريب عندها موقع متميز في شركة مهمة زي المصرية للاتصالات، نجحت وحاولت انها دايما تأهل من نفسها وكانت فرصها موجودة لدرجة ان هي بقت واحدة من اهم القيادات الموجودة في المصرية للاتصالات. لما جالك عرض اورنج كنت حاسة بإيه؟ وكنت بتفكري في ده كتحدي؟ النهاردة مسؤولين كتير من القطاع الخاص بيحلموا إن هم ينضموا إلى شركات القطاع العام، خاصة في المرحلة اللي احنا موجودين فيها، وبيتخلوا عن زي ما بنقول مرتبات ممكن يكون مبالغ فيها أو لا تقارن بالعمل في القطاع العام. النهاردة انت شفتي انتقالك من شركة زي المصرية للاتصالات لأورنج، وإيه اللي خلى رانيا غريب يعني تقول بعد كل هذا العمر وانا ممكن قربت اوصل ان يكون عندي يعني مناصب في كبيره في المصريه الاتصالات اجي لاورنج مصر؟ أورنج الحقيقة هي تشالنج جديد، يعني تحدي جديد. أنا قعدت فترة طويلة قوي في الشركة المصرية للاتصالات، 17 سنة من عمري، فيعني 17 سنة فترة طويلة جدا، وتقلدت في كل المناصب اللي كنت بطمح أن أنا أمسكها، فكنت لازم انتقل لتحدي جديد طب يعني أشعر هنا فيه معناه ان سقف أشعر فيه. طموحك حسيتي ان خلاص لا، وصلتي حسيت ان انا المنتهى في عايزه المصرية؟ انضم لتحدي جديد لبيئه عمل مختلفه، اقدر احقق فيها سكسس ستوري جديده واحقق فيها يعني ذاتي. واورنج الحقيقه شركه بتدعم المراه جدا، لا والقياده واضح، العليا انا حسيت من القياده اول ما جيت يعني القياده العليا فيها يعني قرابه ال 40 30% قياده نسائيه، فدي نسبة عالية. ولما الحقيقة قابلت جون مارك الرئيس التنفيذي للشركة، لقيته بيدعم المرأة بأساليب مختلفة. سياسة الـ HR بتحث على المساواة واخدة initiatives كتيرة، يعني واخدة مبادرات كتيرة قوي للأويرنس، للتوعية للمرأة، واخدة مبادرات كتيرة للتنمية. حتى المشاريع واللي بيدخل فيها الشركة وتشارك فيها مجتمعيا زي الـ Women Digital Center اللي موجود في أسيوط، كلها بتدعم المرأة جدا. فالمساحة اللي أنا شفتها في الشركة من السبورت والدعم للمرأة تخليني أتشجع وأقول إن أنا ممكن أعمل قصة نجاح في شركة هتفيدني جدا في حياتي، لأنها برضو تجربة مختلفة. هي شركة متواجدة في 29 دولة، الكاستمر بيز بتاعها اللي هي العدد العملاء يعني قرابة ال 300 مليون عميل، فإحنا بنتكلم على إتاحة فرصة جديدة بخبرة جديدة بنولج جديد، فده يخليني يعني اشوف ان اورنج فرصه جميله وطيبه جدا ان انا ابدا فيها قصه نجاح، وان شاء الله اعمل فيها حاجه كويسه. ان شاء الله. بس هنا عايزه اسالك بقى، ده كان عرض من اورنج يعني تم زي ما بيقولوا كده دراسه رانيا غريب خلال ال 17 سنه اللي قضتهم في المصريه عملت ايه وانجازاتها ايه، ولا كان احساس من رانيا غريب انها لازم تشتغل في القطاع الخاص خلاص وان هي عايزه تغير التجربه او تضيف ليها يعني زي ما بيقولوا مزايا جديده تجمع ما بين العمل في القطاع العام والخاص؟ لا، اكيد بدور على اضافه مكان اقدر اضيف ليه وهو يضيف ليا. وزي ما قلت لحضرتك شركه اورنج شركه عالميه عندها نوليدج واكسبيرينس كويسه قوي، فبالتالي انا يعني كنت بسعى برضو ان انا انضم الى فريق العمل دوت.